قوات الشرطة والدفاع المدني تتابع الحدث في الميدان وتجري التحقيقات اللازمة للوصول إلى أسباب الحريق. تم نقل جميع الوفيات إلى المستشفيات وجاري متابعة هذا الحدث المؤلم الذي ألم بأبناء شعبنا وجاري التحقيق في المكان وعمل اللازم. أبناء شعبنا على وعي كامل وكبير بنعتز فيه وفي تعاون في المكان، ونحن نتفهم المشاعر الجياشة تجاه أبناء شعبنا جميعا، والجميع الآن بدأ يخلي المكان والقوات المختصة من شرطة ودفاع مدني تعمل بالمكان. Oh.